متابعي قناة أستيس ويد موناك، رحب بكم معايا فيديو جديد من تعاونية ريحانة أرت للمنتجات الطبيعية. الفيديو اللي غتقاسم معكم فيه اختي هناء ولأول مرة أسرار صرغينة ملكية بمكونات فاخرة، طريقة بالتفصيل إن شاء الله غتشوفوها معايا، وغتكون متوفرة في المحل للناس اللي بغاو ياخدوها في هاد العواشر بمناسبة عيد الأضحى وبثمن جد جد مناسب. فيديو مميز كله أفكار وأسرار تقاسمتهم معكم هناء، إلى جانب أنه وفرت لكم حتى المبخرات وأيضا معطرات الجو والفراش برائحة العود والزهر ونكهات أخرى غنكتشفهم في هاد الفيديو هادي. أيضا غادي تكون واحد الجولة تعريفية بالمنتجات الدائمة اللي كتوفرها التعاونية والخاصة بالشعر والبشرة وحتى الجسم. فيديو مختلف ومميز، أنا متأكدة غيعجبكم مع الجميلة هناء، واللي كنبغي نذكر أنها متواجدة في سونتر كوميرسيال المعارف بمدينة الدار البيضاء، كيسدو فقط غير يوم الأحد. بالنسبة للإرسال فكاين في كازا في جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب، وبالنسبة للطريق باش توصلوا للمحل غتلقاوها مصورة في الأخر ديال الفيديو، وغنحاول نخلي لكم حتى لا لوكاليزاسيون كتحطوها في الجوجل ماب ولا في الويز كتجيبكم حتى لقدام سونتر كوميرسيال. ما تنساوناش من لي جيم ومن البارطاج فضلا منكم وليس امرا، ونبداو لا فيديو ديالنا على بركه الله. هنا لاباس عليك؟ لاباس بخير، مبروك على عشركم. علينا وعليك، الصحه والسلامه والعافيه يا ربي. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. بغيت نقول لك جاتك جديده زوينه. الله يبارك، اول مره غتشوفوا هنا بجلابه. ما شاء الله عليك، تقليدي. الوغ بغيت نتقاسم معكم هذا الوصفه ديال اليوم. هذه ديالك؟ هذه الوصفه ديالي. فوالا، انا كنت شفتها عندها في الانستغرام شحال هذه، واليوم نقلناها لليوتيوب. المتتبعين تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، وعشاقات كيعجبهم بحال هذا الشيء. ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. هي صرغينه تقليديه، دقة هي صرغينه في الاصل تقليديه فاسيه، وفيها زدنا اجتهدنا ودرنا مكونات اللي هما يتهما زوينين كاملين، فيهم ريحه رائعه. واللي نقدر نضمن لكم ان اختي هناء كتجيب الجوده الاولى، الجوده الاولى مصرينا في كل شيء. اصيليه مشيت هبطت لها برجلي هذه المره، هذه فوالا مشات حتى لفاس، مشات كنت فاس وحرقتها وشميتها عاد جبتها. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. الوغ فوالا، جبت هذه صرغينه فاسيه على حقها وطريقها، ماشي كيف قلنا ماشي خشب، ياك صرغينه اصليه. وغادي نبين لكم المكونات الاخرين، يعني اليوم ان شاء الله نقتسموا معاهم السر ديال صرغينه ملكيه بالمكونات ديالها والطريقه باش كنصاوبوها، وايضا غادي تكون فرصه للسيدات اللي بغاو يستافدوا، يعني غيلقاوها موجوده في المحل، يعني بحال انت غتصاوبيها قدامهم والسيدات اللي بغاوها يجيو ياخذوها، او لا ممكن تصيفطيها لهم ان شاء الله تعالى، ياك في هذه الوقيته ديال العواشر. بيان سور، هما بعض المكونات اللي شي مكونات بحال حجر المسك شويه صعيب يتلقى، ولكن الريحه البنات ما كرهتكمش تولي شي اوبسيون صراحه في اليوتيوب ولا في الانستغرام. شم الريحه، شم الريحه غادي تحماقوا. الصندل هذا قلتي لي حجر المسك، ياك حجر المسك المبسوس حتى هو جاوي، وان شاء الله غنخلي اختي هناء هي غتوريكم ان شاء الله المكونات كامله. صراحه اللي ما خداتش من هاد الصرغينه ضيعت واحد الحاجه كبيره، سورتو في هاد الوقيته ديال العواشر كنبغيوها بزاف. العيد الكبير دابا راه ما بقى ليه والو، كنبغيوها كرويحه زوينه فوالا، وحتى كهديه علاش لا، شي حاجه زوينه كادو. والناس انا تنظن المغربيات كلهم ملوعين بالصرغينه، ما كايناش امراه مغربيه ما كتبغيش الصرغينه في دارها، وسورتو الاصيليه ماشي ديك اللي كتحرق لك القهوه عند العطاره وداك الشيء، راه لا علاقه. اللي غتجرب صرغينه ديال هناء من تعاونيه ديال ريحانه ما غتبقى تاخذ حتى شي صرغينه واحده اخرى. هذه انا كنقولها لكم، يعني كنبصم عليها كيف ما كنقولوا، لان فريمون شي حاجه واعره. وغادي نبداو ان شاء الله في طريقه التحضير. شوميشه، غادي نعرفهم على المكونات. فوالا، نتعرفوا على المكونات. ميلونج ابخي تنخلطوا كل شيء. فوالا، عندنا اللبان الذكر، اللبان الذكر البخور، ماشي اللبان الذكر التجميلي، حيت كاين ديال البخور وكاين ديال التجميل وكاين ديال الاكل، وديال الاكل اللي كيتشرب هذا ديال اللي كنبخرو به. تبارك الله عليك، هذا غير انا دقيتو باش كي ما كيجيش مجهد، ما يجيش قوي، من تتكون حبه كبيره هي ريحته بارزه
فكان ندقوه باش ما كيبانش. وتيتواتى هو بزاف مع سرغينه، هو ريحته غير هو سرغينه كيعطي واحد الريحه واعره. تبارك الله عليك. هو فيه الحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم وصانا باش نبخرو به. تبارك الله عليك. فعلا. عندنا هذه الشبه. الشبه. والحرمل. الحرمل. شويه شويه. اها. هذا الزهر. هذا الروح ديال الزهر. الروح ديال الزهر، شتي الريحه كي دايره ما شاء الله. الريحه ديال الزهر، هذا الجاوي الروزي الفاخر. فيه بزاف ديال الانواع الجاوي، تنديروا منه غير شويه، علاش؟ حيت الجاوي هو بعدا اصلا طارد للطاقه السلبيه. تماما. ياك. وثاني حاجه تيعزز من الريحه ديال هاد المكونات كاملين. بارك الله عليك، يعني كل حاجه هنايا عندها الدور ديالها. عندها الدور ديالها وعندها لا دوز ديالها. فوالا، حيت يعني كتشوفوا معايا هاد الكميه راه ما غاتستخدمهاش كلها. غير باش نبينها لكم، انا خليته واضح باش يعرفوا الناس المتتبعين شنو تنديروا في هاد التخليطه هادي. تبارك الله عليك. يكونوا هانيين باش يعرفوا كل حاجه فيها. حتى اللي بغات تصاوبها وعندها هاد المكونات علاش لا، فهي غتقاسم معكم الوصفه، وفي نفس الوقت غتشوفوا سرغينه كتخلط وغتكون ديسبونيبل هنا في المحل، الناس اللي بغاو ياخذوها. اكيد. هذا المبتوت. فوالا، هذا المبتوت قلت لهم المبسوس قبيله انايا. كل واحد وطريقه الطبق ديالو، ماشي مشكل. هذا عود قماريق تاعو طريفات صغيور، كيجي طريفات كبار، وتنقطعوه هكا باش يمشي مع المكونات. هذا حجر، هذا الحب، هذا واعر، هذا الي مانيفيك، هذا وهذا الفن، خطيره جدا، زوين 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 بزاف، ريحته واحد الريحه رائعه ما شهيتكم فيه. تبارك الله. حتى هو غادي نطحنوه، هاي تطحن، بغيتكم تشوفوه طريفات كيف عامل. تبارك الله. ولكن هنا غنديرو اون بودغ. اون بودغ فوالا. داكوغ، حيت الا طحنتو ما يبقاش تعرفو، غادي تخلط لكم مع المسكه اللي هي المسكته. تبارك الله، يعني بادي بحال المسكه الحره. اكزاكتومون، هذه صح المسكه الحره، بصح عندك الحظ كتشبه الا دقيتو غادي يجيو كيف كيف، ما غاديش تعرفوا الفرق ما شاء الله عليك. داكشي اش خليتيه هو صاين، هو صاين فوالا. هذا خشب الصندل ما شاء الله على واحد الريحه فيه، وتنقولوا ليه عود الصندل. هذا لا بودغ ديالو، وهذا الطريف من الجذع الداخلاني ديال الشجره. تبارك الله عليك. فيه رائحه طيبه، وحتى هو تعطي واحد النكهه غزاله. هنا عندنا الزعفران الحر مغربي، أصيلي، ملكيه ملكيه، غزال حتى هو، راكم عارفينه. وهذه المسكه، المسكه هذه المسكه ديال البخور. تبارك الله عليك. فوالا، فوالا شتو المكونات، وبيان سيغ سرغينه اللي هي لاباز، لاباز ديالنا اللي غادي نزيدو عليها جميع هاد المكونات. تبارك الله عليك. من بعد ما تعرفنا على المكونات، دابا غادي تبدا اختي هنا بسم الله، غادي تبدا في الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنديروها، نديرو اللبن الذكر. اللبن الذكر فوالا، هي كافيه، ما نغلبش على سرغينه. سرغينه ديما نخليو الريحه ديالها هي الكثيره، هي اللي دومينونت اكثر، هي اللي دومينونت. لبن الذكر قوي، اي مكون ما نخليوش يغلب على سرغينه، لان الغرض اننا نسموها ونديرو واحد الخليط من الاعشاب اللي تعطيو ريحه زوينه وتعطيو طاقه وتوفير عده فوائد. ما نخليوش يغلب على سرغينه، ما نغطيوهاش، ما نغطيوش عليها، ترى منه ما ليها فائده. تبارك الله عليك. الوغ شويش ديال الشبه. فوالا، الارقام باش تواصلوا مع اختي هنا راه كتبان لكم على الشاشه، اللي بغات سرغينه ومواد اخرى. تبارك الله، راكم عارفين دابا لي زارتيكل اللي كتوفرهم التعاونيه ديال ريحانه. ان شاء الله تعالى في الاخر ديال الفيديو غندير لكم واحد الجوله خفيفه، يعني اللي بغات تطلب الارقام راه كتبان لكم على الشاشه، راه كترسل حتى خارج المغرب. هذا الحرمل. والناس اللي بغاو يجيو عندها ما يجيوش فقط غير يوم الاحد. الوغ، هذا الجاوي. الجاوي كناخذوا لا بودغ ديالو. اها. داكوغ، من الاحسن يكون بودغ ما يكونش طريفات، انا خليته شويه طريفات غير باش يشوف. انا غادي نزيد ندقو طوطالا، وغادي نزيد واحد شويه فوالا، ما كنبغيش يجي غالب. فوالا، الريحه، الريحه بدات كتعطي. هذا ملي خلطتي هذا العود قماري غنديرو كامل. تبارك الله عليك. هذا المبتوت غنديرو كامل. ما شاء الله عليك، سارعوا راه كطير ملي كتصاوب اختي هنا، كطير. الناس اللي بغاوها على قبل العواشر، وتا افكار هدايا كديرها هكا في كميميسات، كتبقى عندك في الماريو، كتعطي واحد الريحه كتحمق عاد ملي كتبغي تبخري بها. اها. الوغ، هذا حجر المسك حنا دقيناه. فوالا، شوفوا كيفاش كيجي داير، كيجي علاش دقيناه من دون الاخرين. الوغ، هويا ملي ندقوه ونديروه مع سرغينه، كي بحال الا كي تلبسوا سرغينه به، باش ملي تنسقاو سرغينه
تتلبس به وتيعطي داك التعليكه. تبارك الله عليك، تيعطي واحد التعليكه زوينه. هو وعندك هو اللبان الذكر بجوجهم تيعطي واحد التعليكه صغيره غزاله. تبارك الله عليك. شوفوا معايا الكميه، نديرو خشب الصندل تواريح. واو 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 ما شاء الله على الريحه. غادي نديرو هنايا مسكه حره، هي مثلا تشطروش فيها. وغادي نديرو بيان سور الزعفران، الزعفران الحر الاصلي. باش كلشي ياخد حقه. تبارك الله عليك. فوالا فوالا كنفرتو بحال هكا. غادي نخلطو مزيان، غنخلطو المكونات قبل ما نسقيو. دوك المكونات الجافة كلها تخلط عاد نسقيو. فوالا فوالا ريحة بنسكة تعطي. سعد نوفي ما شاء الله، ريحة غزالة. دائما مرة أخرى أختي هناء من تعاونية ديال ريحانة أرت، كاينة في السونتر كوميرسيال المعاريف بمدينة الدار البيضاء. النعت إن شاء الله غنخليه لكم في الأخر ديال الفيديو. كيخدمو طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الاحد. فوالا تنفرقوا مزيان الزعفران باش ما يجيش في بلاصه ما فيهاش. الوغ من بعد ما خلطنا المكونات الجافه كامله ودرناها، هي اللي كتبان متجانسه مع بعضياتها. ما نقولش لكم الريحه كيفاش دايره ما شاء الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك. من الريحه اكيد غتكون زوينه. هادو كلهم مكونات ريحتهم طيبه وزوينه ومقبولين وكيتماشاو مع بعضياتهم. راه كاين تجانس، كيحيدوا الطاقه السلبيه شي من غير الريحه. كيحيدوا الطاقه السلبيه ومتجانسين. راه ما يمكنش ندير واحد الخلطه كل ريحه من قلت. تبارك الله عليك. هذا تيكمل الاخر، تيكمل الاخر، تيكمل الاخر، وهذا لو ميلونج كيعطي اون بون اكسكلوزيف. ما شاء الله، واحد الرويحه ما كرهتكمش تشموها. دابا غادي نديرو اشنو هذا؟ الزهر. الزهر الروح ديال الزهر باش يبان لكم. غادي نكبو دقه وحده. هذا تبارك الله عليك، دارت اختي هنا ليكون باش تخلط على خاطرها، حيت هنا الزعفران ما بغيتوش ولا غيلصق، غيولوا وليدات صفرين. هذا شوفوا، بسم الله بسم الله. وتنفضل انني نعركها بيدي. عرفتي بحال اللي كنعجنو سلو. بحال داك الستيل كندخل. كندخلها وغادي ندخلها وغادي نعركها مزيان. فوالا بحال كتلبسي بها هذيك سرغينا هذوك المكونات كاملين. لو بارفان يفا فيكسي هذوك المكونات. ريحه داك كطلع ديال الزهر ما شاء الله. فوالا. والناس اللي عندهم بحال دابا داروا هاد الكميه هادي اللي عندهم واحد الاناء ما كبر من هذا. طبعا انا غير التقديم، بغيت ندير شي حاجه زوينه. الناس عندهم شي بانيو كبير، اناء كبير، ياخذوا راحتهم في التخليط. تماما. وهاد سرغينه راه ما واجداش دابا، واخا من بعد ما خلطناها خصها تعتق واحد شويه. شحال تقريبا؟ واحد 3 ايام 4 ايام كل ما خليتيوها. ولكن الكميه اللي غادي ياخذوا المتابعات واجده، اللي غيبغيو المتابعات كاينه. فوالا واجده كاينه، حيت انا متاكده انك شهيتيو. ما يمكنش تقولها تسني واحد السيمانه اخرى. بالسيدات اللي غيطلبوا دابا ها انتم تيلصق 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 واحد شويه. غادي تلقى لو بارفان مع لوبان الذكر سي اون ريزين الفا كولي، غادي ترجع ولا معلك ولا غيولي التعليكه زوينه. المسكته حتى هي غادي تلصق، غادي يرجع تعليكه العود القماري. وغادي ديري منها دابا غير شويه دابا وتعطي الريحه اكيد ياك. انا حنا غادي نجربوها دابا، غادي نقوم بالتخليطه. فوالا انا دابا نتعطرو حنا الاولين. تبارك الله عليك. حنا الاولين ها انت مشتيش من التحت، كيبقى شويه ناشف. علاش قلت لكم تاخذوا اناء شويه كبير؟ فوالا وتخدموا على خاطر خاطركم. على خاطر خاطركم حنا غير
التقديم بغينا نقدموا لكم في احسن معنى. دابا غادي نبداو حنا الاولين ندوقوا من سرغينتنا. بسم الله واحد شويه هنا ما شاء الله على الريحه. حنا الاولين تبخروا في هاد العواشر هادو. كيفاش تسمي تحمق ياك؟ غزالة 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 ما شهيتكم فيها. سارعوا سارعوا سارعوا. شوفوا 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 واو 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 يا البنات. عليكم السلام ورحمة الله. جيتوا مع سرغينة. دابا ملي خرجوا لي كليونت وكانوا هما الاولين اللي استفدوا منا صحتهم وراحتهم داو الباروك وما شاء الله. شوفوا مني متى وهي شاعله هذه سخونه كتحمق الرويحه. ما شهيتكم فيها ما شهيتكم فيها ما شهيتكم فيها. ما شاء الله ما شاء الله على الرويحه فريمون ملكيه. دابا غادي نجيو لي بري ان شاء الله. غنوريهم حتى المباخرات راه جابتهم لكم خصيصا من فاس بمناسبه عيد الاضحى ان شاء الله تعالى. غادي نشوفوا لي بري ديال غيكونوا وياك بحال بحال كموسات هما هادو فوالا على هكا. شوفوا معايا غيكونوا دي ساشي بحال هكا راه غير شويه ما شاء الله كدير ليك هاد الدجاجه اللي شفتوا معايا. وحاجه اخرى بغيت نوريكم بغيت نوريكم حتى هذاك الفاخر اللي كتستعمل هنا. انا وصيتها الى لقاتو من الاحسن خذوه عندها. انا غنوريكم الباكي ديالو ماشي بحال داك اللي كناخذو صراحه. ها هو ها هو خا تخلي تحلي ليا تعي من هنايا نوريهم غير السميه. ها هو في اي بي الى لقيتو قالت لي راه ما تيكونش متوفر دائما. هذا فريمون في اي بي واعر فريمون في اي بي كيف ما قالت. كيشد السخونيه وبعدا دغيا كيشعل وهي شعلاته وهذيك الجمره كبيره وتيبقى فتره طويله وزعما زوين زوينه تخدمي به. قالت لي هو اللي كتخدم به. انا اون فوا شفتها كيفاش شعل كيفاش دغيا شعل ليك ماشي كتخليه مده طويله صراحه. الطب ممكن بغي نوريكم كلشي. بالنسبه للكميميسات هما الاولين نهضروا عليهم شحال غادي يبقاو لو 40 غيبقاو 40 درهم يعني ثمن ماشي مناسب اكثر من مناسب. وراه شفتوا معايا يعني لا كاليتي ديال لي برودوي اللي استعملات فيه. بالنسبه للمباخره راه حتى وفرتها لكم وعجبني حتى الحجم ديالها تري اكسيسيبل ماشي ما واخدش بلاصه. عاطي منظر زوين ما كبير ما صغير والديزاين ديالو واعر صراحه. زوين دايره 120 درهم. هاي دايره 120 درهم. انا غنوريها لكم هنايا. ها هي اللي بغاتها تاخذها مع الكميميسه الثمن ديالها كيف ما قلنا 120 درهم. فوالا رجعوا هنايا لسرغينه ديالنا مره اخرى قلنا 40 درهم. راه كاينه تسرغينه ديال اللي فيها الناس اللي ما بغاوش هاد التخليطه كامله اللي بغاو العاديه اللي كياخذوا العاديه اللي فيها الزهر والعود والمسكه الحره صافي. هذيك شحال الثمن ديالها؟ يعني راه ما مفرقينش بزاف كيف ما لاحظتوا. دايره لكم اختي هنا اثمنه اكثر من مناسبه. العاديه 30 درهم اللي فيها قلنا الزهر والمسكه الحره فوالا. وهذه اللي شفتوا معايا يعني التخليطه ديالها كتبقى ب 40 درهم فقط ومره اخرى الباخره 120. من سرغينا الملكيه غنبقاو في نفس النطاق كيف ما قالت لي اختي هنا ديال لي بارفان. غادي نوريكم يعني تشكيله جديده ديال لي بارفان دومبيونس. شحال هادي ما خدمناهم فوالا يعني هما اون فيت طريين فوالا فخاش. يلا يلا تصاوبوا يلا تحضروا. شحال ما خدمنا عليهم دابا مع العيد الكبير و الصيف كيبغيوهم الناس. الريحه هكا زوينه تبارك الله عليك. ريحه اي حاجه ايجابيه وكتجلب السعاده والريحه الزوينه الطيبه كلشي محبوبه في اي دار. هادشي اللي كاين ما شاء الله. انا كيعجبني عندك الدوزاج عندك زوين بارك الله والله الا بصح زعما بدون مجامله يعني الدوزاج زوين لا بالنسبه لسرغينه كيف ما شفتوا معايا اللي حضرنا لا بالنسبه لهاد لي بارفان دومبيونس. عندنا ديال الفراش وعندنا ديال الجو وعندنا هادو هذا بارفان تكستيل ديال الفراش يعني ديال مثلا لو لي ديالك صالون سيجور اي حاجه فيها الفراش وعميل فوطات الزرابين كاين اللي كاين حتى في الملابس ياك حتى في الحويجات سي بوسيبل. البينوار ديال اللي كتخرجي به من الحمام بينوار فوطه بغيتي تعطيها للضياف غيمسحوا بها فكره زوينه الريحه زوينه كتكون فيها الزهر لي بتيت سيرفيت صغيورين. شنو نقول لك اي حاجه فيها ثوب جاتك على خطرت لك على بالك. انا قلت لك حتى في الزرابي تيترش او بالنسبه لشي ليا الثوب وبان لي انا هنا الناب ما ترشيتي عليه ما يطاشيش فيه. لا لا ما عندكش علاش سبيسيال تكستيل. هو مختلف على هذا سكون ابل لو بارفان دانتيريور معطر الجو هذا كيترش هكا في الجو والفرق ديال الثمن في لا كونسونطراسيون ديال لو بارفان الجهد ديالو الجهد ديالو في الجو وعنده تخليطه تركيبه ديالو بوحديتها انها تتشد في الجو ماشي بحال شي حاجه كتشد في الثوب تمام عنده اللي قبطها
اللي هو الثوب شي حاجه في الجو عندها تركيبه واحده اخرى، كيفاش غنحافظوا عليها في الجو ديالنا وتاع يعني كتكون مجهده اكثر. اكيد تبارك الله عليك. وكاين هذا الناس اللي كيبغيو هاد الطريقه هادي ديال العويدات ديال لي ميكادو. وي اكزاكتومون ميكادو لا بارفان اتيج هذا كيتستعمل ميكادو سي لو مو تكنيك الناس اللي كي فوالا اللي كنستخدموه فوالا اكزاكتومون. وكاين ما نساوش هذا حتى هويا سي لو كونسونطري دو بارفان هذا اللي كيعرفوه الناس عندي جميعا. فوالا تبارك الله البارفان د انتيريور تيمشي في البخره ديال الماء بالشميعه فوالا اللي كنديروا فيها الشميعه من التحت كنديروا هكا قطيرات تبارك الله عليك. الى 60 درهم وراه فيه العادي هذا بالضبط فيه واحد 12 شكل تبارك الله. غير قبل بغينا نعرفوا لي بري هذا قلنا 60 درهم بالنسبه لهذا الميكادو هذا 200 درهم فيه 120 ml ولا هذا راه كيبقى لك بالنسبه لي انا كنت خديته عند اختي هنا شحال هذيك ديال العود هذا تقريبا يقدر يبقى لك حتى 6 mois ميم نورمالمون باش زوين هذا حتى الا ما بغيتيش تستعمليه ولا تحافظي عليه غير كتسديه فوالا عنده هذا البوشون ديالو من هنايا. كاينين دي بارفان وحدين اخرين كاين فيه الزهر كاين فيه الكاردينيا وكاين فيه العود. البارفان تكستيل فيه الزهر وفيه لو تي فير سيترون يعني ريحه منعشه منعشه ماشي كلشي تيبغي الزهر بصح داكور. وكاين هذا سي لو بارفان دانتيريور حاليا فيه الزهر ولكن غيكون عندي متوفر فيه ان بوكي فيه 4 ديال الفلوغ وفيه حتى العود هي ثلاثه النكهات غيكونوا ان شاء الله. نعاودو نذكروا بلي بري قلنا هذا الميكادو 200 فوالا قلت لكم راه كيبقى اكثر من 6 mois. عندنا هذا الكونسونطري ديال البارفان هذا شحال كيبقى الثمن ديالو 60 درهم 60 درهم. عندنا ديال تكستيل 70 70 درهم وبالنسبه لديال الجو ديال 130 130 درهم. كيف ما قلت لكم كل واحد راه فيه نكهات مختلفه حنا غنحاولوا نشوفوهم. عندنا هادو اللي قلت لكم ديال الجو الثمن ديالهم 130 درهم ها هما ديال التكستيل الثمن ديالو مره اخرى 70 درهم. البخره العجيبه اللي جبتها لكم اختي هنا بمناسبه العيد الكبير الثمن ديالها 120 درهم. وهادو ياك هما لي بارفان كنقولوا لي بارفان ابغولي كنسميهم هادو اللي قلت فيهم العديد ديال النكهات. شنو هما النكهات اللي كاينين؟ الوغ كاين عندنا الشاي الاخضر عندنا لوغيون واحد لو ميلونج فيه المسك والعنبر والعود والقرفه عندنا الورد كاين الزهر كاين الفاني لا بوم فيرت فروي روج لويزا الفاني مسك الليل الكاليبتوس العنبر العود الجاسمين اللي هو الياسمين العنبر والباتشولي والمسك والقرفه تبارك الله عليك. اللي عجبني اللي كتبغي شي حاجه سوكري وشي حاجه فلوري كاينه اللي كتبغي شي حاجه ديال العود وهكا كلشي كاين وكلهم لو ميم بري 60 درهم 60 درهم كلهم 60 درهم ماشي حاجه. من بعد ما اكتشفنا الجديد عند اختي هناء دابا غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه سورتو بالنسبه للناس الجداد نذكركم بالمنتجات ديال التعاونيه ديال ريحانه ارت. باش غادي نبداو اختي هناء نبداو بلا كان فيزاج فوالا سي لا ستار ديال الوغ كاين الكريم ديال هيدراتون ديال لاسيد هيالورونيك لا كريم انتي تاش بالعرقسوس هذا لو كونتور دي زيو بلاسيد هيالورونيك الكافيين لا فيتامين سي c'est un sérum démaquillant 3 camomille et multivitamine c'est un sérum voilà et les prix كيبانوا لكم 100 درهم هذا 70 درهم سيرومات بجوجهم 100 درهم 100 درهم لا كريم هيدراتونت 135 درهم وبالنسبه لا كريم المضاده للبقع والليطاش 160 درهم. هنايا عندنا لي ماسك غنبدا لكم بعدا بالماسك الابيض هذا لجميع انواع البشره هذا ماسك التبييض فوالا كريمي فيه الباباي والجويا تبارك الله عليك التبييض اها مضاد البقع هذا مضاد للتجاعيد فوالا هذا سو فورم دو جيل تبارك الله عليك بالورد وبالكامومي ولا سيدي الهونيك تبارك الله عليك 70 درهم 70 درهم هذا للتغذيه فوالا الطيل الاحمر هو للتغذيه بعمق هو زوين بزاف البشره شنو البشره الجافه هذا جميع انواع البشره هذا البشره الجافه وعندنا الاخضر البشره الدهنيه في شجره الشاي تبارك الله عليك 60 درهم 60 درهم عندنا هنا القماش اباز داسيد هيالوروني داسيد ساليسيليك والزنك هذا الثمن ديالو 60 درهم وعندنا هنايا لو جيل نيتوايون عندنا جوج عندنا واحد هذا البشره الجافه وهذا البشره الدهنيه تبارك الله عليك 50 50 فوالا هنايا غادي نجيو لهاد لا لوسيون هادي ديال الويفيرا سي لا لوسيون تونيك هذا وقتها دابا تماما هاد الوقيته ديال الصهد ديال الصيف فيها الخيار وفيها الويفيرا
هي منعشه وتعطي واحد انتعاش سورتو اللي كيجيهم الزمته ولا تيكونوا مسافرين في الطوموبيل مثلا كيبغيو شي يخدموا لها كليم ولا جالسين في البحر شي بلاصه ولا كترشاها كتحسي بالانتعاش كترد فيك الروح وتتغدي بلا ما تيدم. تبارك الله عليك. هذه انا مجرباها الثمن ديالها 50 درهم وكتبقى معك حتى فتره طويله حتى تبقى حيت غير استعمال شخصي كترشاها غير مره مره. عندنا هنايا هاد سيروم هذا بلاسيد ساليسيليك هذا اللي لا بولي كيكون فيها الحبوب ولي بوان نوار مشاكل وحبه البركه. تبارك الله على الريحه ديالو هي اللي عاطيه. فوالا الثمن ديالو 75 درهم 75 درهم. هذه الفناته فوالا اللي ديالها اللي دابا انا حاليا غزاله 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 كتعطي اللون. واختي هنا دارتها بجوج ديال اللونات كاين الغوزي وكاين اللي غادي يلغو شويه اكزاكتومون. تبارك الله عليك. واحد مغلق واحد مفتوح وكتستعمل حتى كتزنيقه. كاين السيدات اللي كيديروا حتى الحنيكات هي لي ليفغ والحنيكات والثمن ديالها 60 درهم 60 درهم. وهذه راه كتبقى لك مده طويله سورتو الا كان استعمال شخصي هذه تقدر تبقى لك حتى العام حتى العام. فوالا عندنا هذه وعندنا هذه هذاك البوماليف البوماليف غادي تيكون كريمي هذه كتولي مات هذه كريمي كتبقى لك الشريحه ديالك هو مجموعه ديال الزيوت والزبدات تري زيدغاتون ما تيعطيش وكيعطي الوين غوزي خفيف. تبارك الله عليك. الثمن ديالها 35 درهم. هنا الفن والعشق ديالي انايا دونتيفريس اللي صوبات اختي هناء كانوا في الاول جوج دابا درتي لهم الثالث اللي هو اباز ديال الشاربون لو شاربون على دوموند دي كليون بنتي قلبوا على لو شاربون لو شاربون غدات لهم لو شاربون. تبارك الله عليك. ولا مونت فريش فيه الزيت الاساسي ديال النعناع فوالا هذا هو اللي كان الابيض. عاودي ولينا المكونات لا ماشي البيض هذا اللي بالقرنفل القرنفل فيه فيه الزيت الاساسي ديال القرنفل فيه الغبره ديال القرنفل وفيه السواك بودر وفيه الاملا بودر. تبارك الله عليك. هادو بجوجهم الثمن ديالهم 50 درهم. وغنجيو لهذا اللي ب 45 هذا اللي ب 45 فيه هو التبييض التبييض فيه زبد البحر فوالا لي دوغ ساش مدقوقين وفيه الزيت الاساسي الحامض التبييض. تبارك الله عليك. كيعطي انتعاش لي زو دو ساش يقولوا لي علاش كديري لي زو دو ساش هما ايسون تري تري ريشون كالسيوم تعطي واحد التقويه للسنان سورتو الناس اللي عندهم المشاكل ديال السنان تيكونوا ضعاف فوالا هذا تيقويهم هذا غزال وراه كيرغوي للاشاره نعاود نذكر بهذه النقطه راه كيرغوي وبديل رائع رائع الدونتيفريس الصناعي. فوالا هنايا ما ننساش الماسكارا العجيبه لتقويه الرموش والحواجب لي دو جوج لي ترونسبارونت بدمانه نصاوب لكم لا نوار. تبارك الله عليك. هذه باش عجبتني هذه وقيتها الصيف الناس ما كيبغوش شي حاجه اللي تطيح لهم على عينيهم وديك الكحوليه هذه كتليق للشفار كيف ما قلت لكم والحجبان بيسين بحر دوش خدي راحتك. اول هاد لابغوس هذه تبارك الله تتمشط الرموش كتهزهم فوالا يعني كيتهزوا الرميشات بلا ما يكحلوا لا بلاش. تبارك الله عليك. وشحال الثمن ديالها حتى هي 60 درهم. دائما في الجوله ديالنا في منتجات التعاونيه بغيت نوريكم لالويفيرا هذه صراحه ديما كناخذها من اختي هناء هذه ممكن تستعملوها كتخلطوا بها لي ماسك اللي كيداروا للوجه ولي ماسك اللي كيداروا للشعر. الشعر انا اليوم دايراها في شعري هانتوما بروشي هوايا لي شيرا توتونساسيون كان شعري ناشف للغايه. تبارك الله عليك. يعني كترطب هي الشعره تترطب البشره ديال الوجه كاين الناس اللي كيديروها حتى في لي ماسك ديال اليدين ديال اليدين وما تتقلش. تبارك الله عليك. ما يدماش الناس كيخافوا من المسامات تسدو ولا شي حاجه ثقيله على وجههم سورتو بارفوا تيقول لك انا وجهي ميدم وليني بغيت نرطبو ها هوايا ولكن اللي تقول لك انا جي لا مينوبو جو ترونسبير ما تنبغيش دوك لي كريم تقال وداكشي اها تبارك الله عليك. واحد الحاجه اخرى قلتي لي قلتي فاش كنخدمها وقلت لك ديك الناريات كتبيض اليدين كتبيض اليدين عرفتي كترجع يدي بيضاء. تبارك الله. هذه بتجربه هي كتخدم مع كتخدمها بايديها كتلاحظوا ان يديها بياضوا. انا لاحظت هذه القضيه سولتك قلتي حيت كنخدمها بايدي صراحه حيت واخا شوف متى ندير لي غون متى نخدمها بلي غون تنكون بحال لي غون اللي عندي هادو الزرقين ولا الويفيغا تتزلق بواحد الطريقه ما نقولكش تماما صعيب انك تخدم تحكمي فيها تحكمي فيها تنحط لي غون يدي بيان سور معقمين نقيين تنخدمها بيدي واجي تشوف متى نسالي. تبارك الله عليك. هذاك الشيء نقول لكم السيدات اللي بغاو يبيضوا ليديدات ديالهم سورتو تكونوا تكرفصوا بالشمس وحتى لا ساغن ممكن ديرها حتى لا ساغن ياك سي بوسيبل سي بوسيبل نخلطها مع شي حاجه اخرى شي حاجه واحده اخرى مازال نقدر ندير مع دانون مسوس وي شويه منها مع دانون مسوس كيعطي ترطيب وتبيض ترطيب وتبيض. وحاجه واحده اخرى الناس اللي دابا تيمشيو لا بلاج كيبغيو بلاكيو الشعر ديالهم برافو عليك بديل جل بديل جل يبقاو به الناس اللي كيبغيو يبوكليو الشعر ديالهم يكون عندهم اون بوكل تخي بال حتى هي يديروها حتى هي كيديروها يا اما كتبوكلي كتكمل الشعر
يا اما كتفيكسي الشعر، تتفيكسي الشعر الا مشتي الشعر سرحتي هي تتمشي معك شنو درتي، وفي نفس الوقت كتحمي لك الشعره ديالك وما كتحرقاش لك مع الشمس، وزوينه الجلده ديال الراس. تبارك الله عليك، تبارك الله. شوف شحال ديال المنافع، هذه راه الكونسونطري ديالها فوالا. وبالنسبه لو بخي انا باقا عاقله 60 درهم هاد لابواط ب 60 درهم. تبارك الله عليك. ها هي شفتوا هي باش تبارك الله. فوالا الوغ لو ديودورون ديال العجيب ها هو بلا بي. هذا انا جاني واعر صراحه، عملي في واحد الريحه منعشه، ما فيش ريحه اللي هي مجهده لا فوالا، وكيعطي ترطيب وتبييض وما كيخليش رائحه العرق، ماشي كيمنع العرق. لا ما كيمنعش فوالا، انت راه كتعرقي ولكن ما كيخليش غير ريحه ديال العرق. وبغيت نوضح للسيدات اختي منى عفاك، هذا انت نقولوا طبيعي، راه طبيعي ما فيش اي ماده غادي تسد المسامات تمام. يعني هذاك الشيء اللي تيقولوا لي واش غيبقى 24 ساعه، راه ما فيهش، هذا ما تيسدش المسامات ولا كيخلي الريحه ما تبقاش لمده 24 ساعه، لا يعقل تماما. داكوغ، ما فيه لا طلق لا بوربو لا حتى شي ماده اللي غادي تسد. ولهذا تنقول لهم من الاحسن يعاودوه، بحال دابا نقيتي في الصباح اها، تدير جوج ديال العشيه تتمسح تحت الباط ديالك وتتعاودي لو ديودورون ديالك تماما. اي حاجه طبيعيه خصها الوقت، خصها الخاطر فوالا. سينو غنبداو نكذبوا على الناس. ولكن انا صراحه كنديروا مثلا كنت خارجه كنديروا غير في الصباح، ما كنعاودوش وما عنديش مشكل. كاين اللي مجهد، كاين اللي فهمتي واللي لاحظت انك كتعرقي، غير هو ما كتكونش فيك ريحه ديال العرق، ما تتكونش مجهده. صافي، وهذا هو الهدف من 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 الديودورون، داك اللي كيسد راه المرض. هو انا بالنسبه لي هو اون فيت هذاك الزيت الاساسي اللي فيه هي اللي كتحرق هذاك البكتيريا اللي فيها الريحه، يعني حتى شي حاجه ما فيها شي ماده اللي كتسد تحت البطن. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. ليسونسيال دو بالما روزا وليسونسيال دام غاتي جوجهم، وما تديروش حساسيه، وكتناسب جميع الاعمار. انا بالنسبه لي وليدات صغار حتى ممكن يستعملوها، 12 عام 13 عام ممكن يستعملوها، وحتى الرجال تا كلشي ديال الريحه ديالها فتمشي مع كلشي، الذكور اناث. تبارك الله عليك. وبالنسبه للو بخي نعاودو نذكروا الثمن ديالها 70 درهم ديالتو، هي هذيك لاباز ديال الالوفيرا. ما شاء الله، نكملوا معكم. عندنا هنايا لا كريم نوريسونت هذه ديال لينا فوالا، ديال اليدين، الثمن ديال 40 درهم. عندنا ايضا لا بودغ ديال العرق، هذه كنديروها قلتي ليا في يعني سبيبطات. سبيبطات كنا تنديروها قبل حيت ما كانش عندنا ديودورون، مي دابا كاين ديودورون نديروها غير في الصباط، هذه تصلح غير الصباط، وهي محاربه، تتحارب الريحه في الصباط، تتحارب الفطريات، الرائحه الكريهه. الثمن ديالها 50 درهم. عندنا هذه لابوم، هذه الناس اللي عندهم بشره ناشفه بزاف ياك، بزاف تيعاني سورتو ديال الرجلين، والناس اللي عندهم الكزيما اكزاكتومون فوالا. الثمن ديالها 60 درهم. وعندنا هنا الكوماج ديال لي ما ولي بي، اليدين والرجلين، الثمن ديالو 50 درهم. الوغ لي جيل دوش ديال الزهر، ديال الكاليبتوس، ديال ياسمين غيحضر ان شاء الله فوالا، وراه كبارين فيهم نيت 250 ميل فوالا، والثمن 45 درهم فوالا. وعندنا هنايا لو لي كوربوريل، هذا ديال لو كور من مورا الحمام ولا من مورا الدوش، تيجي نفس الريحه ك لو لي. تبارك الله عليك، والثمن ديالو 60 درهم. 60 درهم وغني بزبده الشيا وزيت الارغان. تبارك الله عليك. وهذه هذه ضروري، هذه هاد الويل حتى هي لقيتها ديال الويل برونزونت، الويل برونزونت فيها الارغان وخيزول زيت الجزر، وهذاك لونها تبارك الله عليك، شتو اللون كيجي داير تبارك الله عليك، غيش اون بيتا كاروتين. هذه الثمن ديالها 70 درهم، كتبقى طبيعيه. اها لي زويل دو ماساج، لويل اماسيسونت بزيوت الاساسيه، لويل ريلاكسونت، لو غوماج او كافي فوالا. هذا لو كور او لو فيزاج ولا فوالا، لو كور او لو فيزاج. وهنايا كاين الزيوت، الزيوت من زيت الخروع، من الهنديه، من زيت الحلبه، لافوكا، الجنجلان ولا مودوس والورد فوالا، كلهم متوفرين. الاثمنه راه كتبان لكم عندنا 70 درهم، 50 درهم، 50 درهم، 30، يعني الغاليه هي ديال الفيك دو باغباغي فوالا ب 200 درهم. منها غادي ندوزو دابا لاكام ياك الخاصه بالشعر فوالا، نوريكم بحال هكا شوفوا معايا، باش غادي نبداو بالشامبوان. نبداو بالشامبوان بانان، هو بور تو تيب دو شوفو، هو اي لي سون سولفات او ميم طون تيرطب ما تينشف الشعر. تبارك الله عليك، الثمن ديالو 65 درهم، وتا الريحه ديال بانان. هذا حمام زيت للناس اللي تيبغيو يا اما قبل يا اما من بعد، انا على حسب. شوف ما غاديش نقول هذا غادي تستعمل قبل ولا غادي تستعمل من بعد، على حسب كل الشعر ديال كل كليون. انت تجي عندي تنصحها فوالا، واش تستعمله قبل ولا بعد، ولا من بعد، على حسب لو كاد دو شاك كليون. الا كان مصدر بزاف
غتقولي ليها جو مده طويله اللي هي قبل تماما. الا كان متضرر شويه وعندها الوقت غادي تستعملوا ابخي لو شامبو تخليه في شعره واحد ان كاردور على ما يشرب داك الزيوت وصافي وتغسلو. تبارك الله عليك. الثمن ديالو راه 70 درهم والعبوه كيف ما كيبان لكم كبيره يعني كتدي لكم وقت طويل. عندنا لو ماسك فوندون. لو ماسك فوندون بوغ لي شوفو فان الشعر اللي رقيق تيرطب بلا ما يتقل الشعر. تبارك الله عليك. الثمن ديالو 65 درهم فوالا. شامبوان سوليد بيان سور هذا انتي شوت و ان ميم طون انتي بيليكولير فوالا. وكينقي حتى الجلده ديال الشعر فوالا سون سولفات. والثمن ديالو 65 درهم ويليق بزاف للرجال اللي تيكون اغلبيتهم شعرهم قصير تيكون عندهم مشاكل في الفروه تجيهم ساهله دغيا تيفركوا راسهم. برافو عليك. يلاه كنت غنقولها وتصلح حتى للناس اللي عندهم مشاكل شامبينيون مثلا في اللحيه اولا في الشعر هذا راه يليق ليهم. هو عافاك غادي نقزو ونجيب باش نبقاو في نفس سيروم هذا سبراي سبراي ماشي سيروم سبراي حتى هو تيديروه الناس للحيه ديالهم. تبارك الله عليك. ها هو اللحيه والشعر بحال اون كور شامبوان سوليد وسبراي وسبراي فوالا. الثمن ديالو 140 درهم. هذا مضاد للتساقط. مضاد للتساقط تيحفز على النمو تيطهر الفروه ديال الناس عندهم مشاكل الحكه مشاكل اللي ما تيبغيش ينبت لهم الشعر. تماما. فهو فيه لو جينجون تيساعد على الاكتيف لا سيركولاسيون سانغيه الدوره الدمويه الدوره الدمويه ونيفو دو كوير شوفولو وتيغذي هذاك البصيله وتيقويها تيعطيها وتحفزها انها تنبت من بدو جديد. تبارك الله عليك. الثمن ديالو قلنا 140 درهم. عندنا هنا هاد لو كابيلير حتى هو للتغذيه سون غانساج كيتستعمل الدراري الصغار الكبار اللي تيبغي يخلي شي حاجه في شعره تترطب فوالا سوبتو اللي عندهم لي بوكل هذا يليق ليهم بزاف كيتخلط مع لالو فيغا تيعطي من داك الشرفع. تبارك الله عليك. راه ما كيتصلش هذا كديروه ما كيتصلش حتى السيروم حتى هو تيبقى هذا بريحه العود هذا خطير. 60 درهم 60 درهم. وهنايا غنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا اللي صورتها لكم من التعاونيه ديال ريحانه ارت. كيف ما كيبان لكم اختي هناء كتوجد ليا الكميميسه ديالي. ها هي كميميستي. الله يكبر بك. الله يحفظك علينا وعليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه ويعودوا جميع المتتبعات ان شاء الله يخلي عليهم الصحه والسلامه والعافيه والرزق والصحه والتيسير وايام سعيده ان شاء الله وطيبه بحال بحال سرغينا. تبارك الله على اختي هناء كنشكرك بزاف. كيف ما شفتوا معايا اليوم شفتوا معايا السر ديال سرغينه ملكيه تحضرات قدامكم. الناس اللي بغاو يدوزوا لي كوموند ديالكم فعندكم جوج ديال الارقام غادي يبانوا لكم دابا على الشاشه. ايضا اختي هناء ممكن تواصلوا معها حتى على لاباج انستغرام دائما كتبان لكم على الشاشه. كنبغي نذكر بالعنوان نتوما متواجدين في السونتر كوميرسيال المعارف فوالا في المعارف بمدينه الدار البيضاء نات ان شاء الله غنخلي لكم في الاخر ديال الفيديو كتسدو غير الاحد فوالا. قبل بغيت نسولك على لو سوا ايدغا فاسيال واش باقي؟ باقي توجور لو ميم فوالا سو رونديفو بيان سور تيكونوا عندي لي سوا و تناخد كو لي رونديفو في العشيه لان ما تيمكنليش نهائيا بالصباح. تنعتذر من الناس كيسحب لهم ما تنبغيش مي راه ماشي ما تنبغيش راه ما تيمكنليش هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك. والناس اللي بغاو لو سوا ايدغا فاسيال غنحاول مره اخرى نخلي لكم لا فيديو مصوره بالمراحل كامله ديال لو سوا ايدغا فاسيال غتلقاوها ان شاء الله في اول تعليق. الناس اللي بغاو هكا يجربوا المنتجات ديال اختي هناء علاش لا حيت هي كتخدم بالمنتجات ديالها ياك تبارك الله عليك. سواء ايدغا فاسيال دو ا ا زد الثمن كيبقى بنفس الثمن ديال لا برومو اللي هو باش دينا النهار الاول تماما 400 درهم تقريبا المده ديال لو سوا ساعه ونص ساعتين الله راه بعض المرات ساعتين المكانه الا كان الوجه عامر بلي بوانوار وتيخصو ان تريتمون سبيسيال. تبارك الله عليك. تناخذوا وقتنا ما يمكنناش نزربوا في ساعه المكانه وصافي نقول ما باقي ما كملش نقولها نوض هادشي اللي كاين على حسب لو كا ديال كل وجه. تبارك الله عليك. المهم ان شاء الله غنخلي لكم الارقام الناس اللي بغاو يتواصلوا ياخذوا لو رونديفو ديالهم والناس اللي بغاو لي برودوي سوا لي برودوي جداد اولا لي برودوي اللي ديجا دائما كيكونوا متوفرين التعاونيه غير ديروا لي كابتور ديكرون وارسلوهم على الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه. التعاونيه ديال ريحانه ارت كيدير ارسال في كازا في جميع مدن المغرب وحتى الجاليه المغربيه ممكن انهم يستافدوا من هاد لي برودوي هادو واخا هما نورمالمون ديال الصيف غادي يزوروك. الله يجي لا ان شاء الله غادي يزوروك هاد الصيف باذن الله. ان شاء الله باذن الله اكيد بزاف ديال المتتبعات كنساينهم هضرنا وتكلمنا وتنساينو غير هاد الشهير هذا الله يجيبهم على خير يا ربي امين ان شاء الله يا ربي.
تبارك الله عليك اختي هنا، شكرا بزاف، كنشكرك. شكرا لك منى، كنشكرك حتى انت، بارك الله فيك. وكنشكركم حتى نتوما متابعي القناه، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم. فيديو سبيسيال خاصه بالعيد الكبير، فحاولنا انها تكون متميزه. الناس اللي بغاو اي حاجه كيف ما سبق وذكرت غير تواصلوا مع الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه، والناس اللي بغاو يجيو عند المحل ان شاء الله غادي نخلي لكم النعت في الاخر ديال الفيديو، وحتى لا لوكاليزاسيون كديروها في الجوجل ماب ولا في الويز كتجيبكم حتى لقدام السنتر كوميرسيال المعارف. مره اخرى ما تجيوش غير يوم الاحد، غنقول لكم بروك عواشركم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم، بسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.